مرحبا مواليد برج القوس، كيف بده يكون شهر أكتوبر 2022؟ شو في عنا في هذا الشهر؟ هذا الشهر بالنسبة لكم أنا بعتبره شهر كتير كتير حلو، شهر كتير مميز، شهر سريع سريع الإيقاع، شهر بيعطي الكثير من النتائج، ومفروض تكونوا مبسوطين، مفروض تكونوا مرتاحين. في سرعة، في تسارع 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 بالأحداث، وبعتبر هذا الشهر مميز، بيعطيكم الكثير من المعنويات، وبيعطي مواليد برج القوس الكثير من التأييد. يعني رح تتفاجئوا بهذا الشهر انه في اشخاص كنتوا بتعتقدوا انه بعاد عنكم، يمكن تتفاجئوا انه ساعدوكم، ويمكن تتفاجئوا بتنصدموا باشخاص كنتوا بتعتبروا انه اشخاص اصدقاء لكم، تتفاجئوا انه تركوكم بوقت اللي كنتوا بحاجه الى مساعده. مواليد برج القوس، هذا الشهر هو شهر الدعم والتأييد لكم، ما رح تكونوا لحالكم، لكن هذا الشهر مقسوم الى قسمين، الجزء الاول هو الجزء الافضل، الجزء الثاني ما له نفعه بتاتا. لذلك مواليد برج القوس ضروري تتابعوا بانتباه الجزء الاول، والجزء الثاني بدكم تنتبهوا له بعد اكثر واكثر، لانه هو الجزء يلي بيعمل مشاكل. منبلش بالجزء الأول يلي هو من تاريخ 1 لمنتصف 23 أكتوبر، هو الجزء اللي فيه الشمس بتكون ببرج الميزان. هون العنوان الكبير يلي بيقول إنه مدعومين، إنه في تأييد لإلكم، ما نكون لحالكم، في شغل مع جمعية، في شغل مع مؤسسة، في جمعيات كبيرة بتفتح أبوابها لإلكم، أو أنتم حابين إنه فعلاً تكبروا البيكار، يعني حابين إنكم توسعوا انتشاركم لحتى تتقدموا، وبتقدروا، خاصة انه انكم مدعومين من كوكب الزهرة ومن كوكب عطارد. عطارد هو المرسال يلي بيحمل اخبار، بينقلها من مطرح لمطرح مثل البوستمان، ساعي البريد، بيحمل خبرية من هون لهون، فعم بيحرك الامور وبيحملكم الكثير من النتائج الحلوة، ولانه زهرة هونيك معناتها في اخبار سارة بانتظاركم. بدنا نضيف لها انه بتاريخ 9 في عنا فول مون ببرج الحمل، البيت الخامس يلي هو بيت الحب، بيت الرومانسية، بيت المحبة، بيت الانفراج، بيت الناجحات، بيت التقدم والتغيير على ذوقكم. هذا معناتها انه اذا انتو شاطرين وانتو ذكية وبتتابعوا بتسمعوني، بترجعوا بتسمعوا مظبوط، بترجعوا بتروحوا للايام الاكثر حظا، الايام الاقل حظا، بتزيحوا عن الايام الاكثر أقل حظا، بتروحوا للأيام الأكثر حظا، بتشوفوا إنه فعلا رح بيكون هذا الشهر شهر مكلل بالنجاحات المهمة والباهرة. إذا في عنا كوكب المشتري في البيت مع اكتمال القمر، الفرحة مفروض تكون كبيرة، النجاح مفروض يكون كبير، خاصة مواليد أول برج القوس، لكن كل مواليد برج القوس فيها تكون مرتاحة جدا جدا بعملها، ورح بتلاحظوا هذا الشيء، فاشتغلوا على هيدا الأساس. إذا رحنا وأصلا لحتى تعرفوا هذا الجزء هو جزء فعال، منه جزء نوعية الوقت لتقعدوا ما تعملوا شيء، بالعكس نصيحة لإلكم، هذه الفترة لازم تكون مليانة بالشغل. ليه؟ لأنه الجزء الثاني يلي هو بيبدأ بمنتصف تاريخ 23، الشمس بتكون موجودة ببرج العقرب. لما الشمس تروح لبرج العقرب كل شيء بيهدى، كل شيء بيهدى، مثل بيكون قاعد فجأة قاعد بتنقول محطة قطار، بيوصل الترين وانتو مثلا القطار، انتو مثلا مش دوركم، بتروح على العشاء او صخب والناس راكدة، فجأة بيروح على القطار وبيهدى، بصير في سكوت. هذا السكوت هو سكوت بالنسبة لكم، سكوت مزعج شوي، لانه حايصين حايصين، عندكم اشياء كنتوا تعملوها وما في باليد حيله. فابتداء من منتصف تاريخ 23 وحتى اخر هذا الشهر، اصلا هذا الجو مكمل ل 22 نوفمبر، هذه الفتره هي فتره مخيبه للامال، مخيبه للامال، فارغه من الحظ. واذا رحتوا على يوم قليل الحظ بتكون مسكره بوجهكم. لحتى تنجحوا خلال هالفترة إذا مضطرين بدكم تروحوا إلى يوم من الأيام الأكثر حظاً، وإلا ما تتعبوا حالكم. بدنا نضيف في هذه الفترة بتاريخ 25 في عنا كسوف للشمس، تصور في عنا كسوف للشمس في برج العقرب بتاريخ 25، يعني بدنا نقعد عاقلين، بدنا نبعد عن مشاكل، ننتبه لصحتنا، الأجواء متقلبة، الأجواء حذرة جداً، ننتبه للصحة، للعمل، لعلاقاتنا،
يلي عامل مشكل مفروض يوصل لهذا الجزء ويكون كل شيء ضابط، مصالحات، حتى ولو اضطريتوا تعتذروا او تتراجعوا ما بدنا نعمل مشاكل، لانه ابتداء من تاريخ 23 عندنا حوالي 30 يوم فارغه كليا من الحركه. لحقوا وخلصوا اشغالكم وما تقولوا انه ما نبهتكم. فهذا الشهر مقسوم الى جزئين مختلفين كليا. الجزء الاول دعمكم 100% مع مفاجآت سارة، مع حركة كتير كبيرة. الجزء الثاني بتخصصوه للهدوء وللعمل الروتيني البسيط، وبتنتبهوا على صحتكم، بتنتبهوا على صحتكم خاصة يلي خلقانين بشهر نوفمبر، مع أنه كوكب المشتري راح بيساعدكم. خلونا نشوف على كل الأيام الأكثر حظا، وبالتأكيد أنتوا بحاجة تتابعوا الأبراج الأسبوعية واليومية، بحاجة للكثير من الإضافات، المعلومات الإضافية. بنروح للأيام الأكثر حظا، مواليد برج القوس، تاريخ 1، القمر ببرجكم يوم كتير مهم، تاريخ 9/10 طبعا مع تأثيرات القمر من برج ناري برج الحمل، تاريخ 18 19 و20 القمر ببرج الأسد رائع. بيرجع عنا تاريخ 27 ابتداء منتصف النهار القمر ببرجكم، 28 و29. بنروح للأيام الأقل حظا، تاريخ 6 بعد الظهر، 7/8 عنا تاريخ 13 14 15، تاريخ 21 22، تاريخ 25 26 و27 حتى منتصف النهار فترة فارغة كليا من الحظوظ. خلونا نشوف المواليد الأكثر حظا. أنا اخترت بهيدا القسم بالأبراج الشهرية مواليد 22 ل 25 نوفمبر كالمواليد الأكثر حظا، لأنه أخذت التأثيرات من كوكب المشتري لكم. خلال الأبراج الأسبوعية واليومية رح أذكر مواليد أخرى، فرجاء تابعوني. بدي أتمنى لكم شهر كتير حلو، طبعا هو شهر حلو، تابعوني إذا بالأبراج اليومية والأسبوعية. باي باي. مرحبا مواليد برج الجدي، معكم كارمي شماس. كيف بده يكون شهر اكتوبر تشرين الاول؟ شهر اكتوبر تشرين الاول هو شهر دسم جدا، هو شهر دسم جدا، هو شهر كتير كبير، شهر بنعمل له الف حساب، مثل يلي ببلش باول السنه بالشهر الاول من السنه كانون الثاني بنعمل له الف حساب. كل العالم خاصة مواليد برج الجدي، لانه الشمس ببرجهم وانطلاقة قوية. بيرجع شهر جولاي يلي هو شهر متعب لألكم، نوصل لشهر أكتوبر يلي هو شهر فيه تحديات. هذا شهر التحديات فينا نربطه بتحديات شهر نيسان أبريل، يلي ما حليتوه بشهر نيسان أبريل أو حتى بيوليو جولاي احتمال أنه يرجع يبين بشهر أكتوبر تشرين الأول. في عنا مثل العادة أنا بقسم الشهر إلى قسمين، القسم الأول متعب أكثر من الجزء الثاني، الجزء الثاني منه متعب، بالعكس الجزء الثاني رح بيساعدكم. الجزء الأول من تاريخ 1 لمنتصف 23 الشمس موجودة في أعلى نقطة عندكم بالدائرة الفلكية في البيت العاشر، فبدنا ننتبه لأنه البيت العاشر هو بيت الظروف الصعبة، بيت الانشغالات، المهمات، المسؤوليات، بيت الأهل وبيت العمل وبيت المشاريع والبروجيكتس واللي تفضلوا قدموا، وطبعا هنالك شوية انزعاجات ومزاجيات. لحسن الحظ في عنا كوكب الزهرة هنالك أيضا، في عنا كوكب عطارد رح بيساعدكم من برج العذراء ثم من برج الميزان، معناتها رح يكون في حركة كتير رايحة جاية رايحة جاية رايحة جاية، ما رح تهدوا ما رح تهدوا في هذا الشهر. فرجاء من أول الشهر رتبوا أعمالكم، رتبوا الأجندة لحتى تكونوا مرتاحين، لحتى تكونوا على النور، لحتى تكونوا منظمين. ضروري يكون في انضباط، ضروري يكون في ترتيب للشغل. يلي بيعرف شو في عنده واجبات مهمة، مشاريع مهمة بهذا الشهر يبلش فيها باكرا، بلشوا فيها. اختاروا الأيام الأكثر حظا لتقووا قوتكم فيها، والايام الاقل حظا نوعا ما بتوزنوها. الجزء الاول بتاريخ 9/10 في عنا تاثيرات لقمر مكتمل في برج الحمل يلي هو البيت الرابع بالنسبه لكم، فكل هالشغل والتعب اللي حكيت عنه بدكم تنتبهوا لحتى ما يصير في تقاطع بالطاقات وبالمتطلبات وبالانشغالات والمسؤوليات، خاصه حوالي هالقمر
الفول مون المكتمل في برج الحمل، لانه في احتمال تتعبوا، في احتمال تكون مسائل عائليه هي اللي ضاغطه، لانكم مشغولين كثير، لانه عندكم كثير شغل، لانه عندكم كثير مسائل عم تشتغلوا عليها، عم بتظبطوها، عم بترتبوها. ففي احتمال انه يكون في عندكم نوع من ضيقه خلق، زهقانين، تعبانين، مزعوجين، او في احتمال انه يكونوا نوعا ما متضايقين، او في مؤثرات عوامل خارجيه، يمكن حدا من الاهل، حدا من الاولاد، عندكم مساله يمكن مضطرين تسافروا، عندكم مساله عقاريه، يمكن امور صحيه، اعطال بالبيت مثلا كنت تنتبهوا لها. عم بحكي لانه هو فول مون، يعني التركيز على هذه الامور مش بالضروره تكون سلبيه ابدا، لانه كوكب الزهرة راح بيساعدكم، كوكب المشتري اللي موجود مع القمر قد يفسح في المجال لفرصة رائعة، يمكن للزواج، يمكن لحلحلة مسألة، يمكن تكون عقارية، ما حدا بيعرف. اوكي، منروح للجزء الثاني. الجزء الثاني يبدأ بتاريخ 23 حتى آخر الشهر. الشمس في برج العقرب، وجود الشمس في برج العقرب هو البيت رقم 11. بيت رقم 11 معناتها يضمن لمواليد برج الجدي مساعدة وتأييد، كارت بلانش تقريبا، يلي حابب انه يطلب مساعدة احتمال انه تاخده المساعدة اللي بدكم اياها. فترة فيها تكون فترة جيدة ممتازة لحتى ترجعوا توقفوا على اجريكم وتخلصوا كل الامور يلي ما قدرتوا خلصتوها في الجزء الأول. لذلك الجزء الثاني أريح، لكن في عنا لكن كبيرة، وهي في عنا كسوف للشمس بتاريخ 25، وين؟ في بيت الأصدقاء أو في بيت الدعم. وبالتالي بدكم تنتبهوا، يمكن أنتم متكلين على جمعية معينة، على مؤسسة معينة، أو على جهة معينة لتساعدكم، ويمكن تخذلكم، تنكسف. فبدكم تنتبهوا، خلوا بلان بي لحتى إذا هالقصة ما زبطت يكون بجعبتكم ورقة تانية أو تالتي. يمكن كمان هذا الكسوف له علاقة بصديق أو بصديقة أو بمسألة تنخسف، يعني في احتمال أنه تخسروا يمكن صداقة، يمكن تزعلوا عن صديق بمر بمرحلة صعبة. فهذه فترة لا بأس بها، لكن بدكم تنتبهوا من هالكسوف. هالكسوف فسرت لكم معناه، فبدكم تتابعوا. اصلا هو الجزء الثاني هو جزء جيد جدا، بسرع الامور وما بتعود الامور صعبه مثل الفتره اللي كنتوا عايشينها بالقبل. خلونا نشوف الايام الاكثر حظا لتستفيدوا منها مواليد برج الجدي. تاريخ 2/3 حتى منتصف تاريخ 4 توقيت عالمي، تاريخ 11/12، تاريخ 21/22، تاريخ 29 المساء، 30 و 31. نروح للأيام الأقل حظا، تاريخ 1، تاريخ 8 المساء، 9/10، تاريخ 15 المساء، 16/17، تاريخ 23/24، تاريخ 27 المساء، 28 و 29. المواليد، شوفي عنا بلوتو يتقدم فكونوا حذرين جدا، 16/17 كانون الثاني يناير. أورانيوس بيعطيكم تأثيرات ممتازة، مواليد 7/8 و 9 كانون الثاني يناير انتو الأكثر حظا. طبعا بدي اياكم رجاء تتابعوا الأبراج اليومية والأسبوعية للمزيد من التفاصيل، لأنه طبعا بالأبراج الشهرية ما منلحق أصلا نحكي عن كل شيء لضيق الوقت. بدي أتمنى لكم إذا لقاء جيد، بنرجع بنلتقي، وما تنسوا ترجعوا تسمعوا الفيديو أكثر من مرة. باي باي. مرحبا مواليد برج الدلو، كيف بده يكون شهر اكتوبر تشرين الاول؟ مواليد برج الدلو شهر اكتوبر تشرين الاول بالنسبة لكم هو شهر جيد جدا. ليش هو شهر جيد جدا؟ اول شيء لانه الشمس موجودة في برج الميزان الهوائي الصديق لكم، يلي هو البيت التاسع. فمواليد برج الدلو هنالك فرصة كتير كبيرة لحتى شهر اكتوبر يساعدكم ويعطيكم مجال حتى تعوضوا عن فترة كانت كتير صعبة، اللي هي شهر آب أغسطس وشهر سبتمبر، يلي ساعدكم شوي خاصة تحديدا بنهايته. لذلك مواليد برج الدلو ضروري تستفيدوا من كل لحظة في هذا الشهر، خاصة الجزء الأول لأنه هو الجزء الأفضل
أفضل من الثاني. هلا رح تعرفوا ليش. من بلش الجزء الأول، دايما أنتم بتعرفوا أنه أنا بقسم الشهر إلى جزئين، وما في شهر مثل الثاني. يعني شهر أكتوبر 2022 غير عن شهر أكتوبر 21. المهم الجزء الأول من تاريخ 1 حتى منتصف تاريخ 23 الشمس موجودة ببرج الميزان. وجود الشمس ببرج الميزان بحد ذاته مسألة إيجابية. الشمس ببرج الميزان هي البيت التاسع، بيت السفر، بيت النجاحات، بيت المشاريع، بيت الأحلام، وبيت الجرأة، بيت الانشراح، الانفراج والانتشار، بيت يمكن حتى اللي حابب انه يخترع شيء جديد، يدخل شيء جديد على حياته. الانوفيشنز موجودة، الثورة بداخلكم تلمع وتنجح. في عنا عم بيرافق هالشمس الموجودة في برج الميزان، بس خليني نزبط شوي، ما بعرف خليني اطلع. الشمس الموجودة في برج الميزان بيرافقها كوكب الزهرة، بيرافقها كوكب الزهرة يلي طبعا برج عبكر، برج هوائي، موجود بيت التاسع، يعني عم بيعطيكم خبر صار، عم بيأمن لكم الخبر السار اللي له علاقة بالسفر وبكل الأمور اللي ذكرتها. المشاريع اللي عم تشتغلوا عليها مفروض تزبط، مفروض تزبط، ومفروض الأمور عندكم تكون مفرحة جدا لألكم، بتطمنوا لكم بالكم وبتفتح قلبكم. أجواء ممتازة معكم، بتقوي لكم نفسيتكم، والجرأة اللي عندكم إياها ما إلها حد. هون بيدخل كوكب عطارد على برج الميزان لحتى يزيدكم قوة ويزيدكم عزيمة. وإذا بدي ألجأ لتأثيرات كوكب المريخ اللي موجود ببرج الجوزاء، بتكمل معكم القصة وما حدا بيقدر يزحزحكم. في ثبات، في قوة من كوكب المريخ، ما في حدا بيقدر يوقف بوجهه، والزهرة تضمن نجاح وأخبار سارة جدا جدا جدا. منروح لتاريخ 9. تاريخ 9 في عنا اكتمال للقمر في برج الحمل، البيت الثالث بالنسبة لكم، وهيدي مسألة أنا بعتبرها مسألة جيدة جدا، لأنه اكتمال القمر في برج الحمل يعني أنه أي مسألة جديدة، أي خطة جديدة، أي مشروع سفر، أي مسألة شغل، وظيفة، تغيير مكان، شراية بيت، شراية سيارة، بيع سيارة، معاملات، كلها مضمونة، لأنه كوكب المشتري هونيك مع هالقمر المكتمل. لذلك هنالك نظرة كتير حلوة وإيجابية لهذا القمر. لما بتشوفوه بتاريخ 8 المساء أو 9 أو 10، فيكن تقولوا لنفسكن أنه هيدا القمر هو قمر عم بيساعدنا ليفتح بواب مسكرة بوجهنا. أوكي؟ يمكن يكون له علاقة بتيسير مسألة مع أحد الأخوة، أنتو مع أحد الأخوة، أو يمكن بمسألة مفاوضات أنتو عم تشتغلوا عليها، أو حتى حدا من أخواتكم بيتيسر أمره. منروح للجزء الثاني. الجزء الثاني يبدأ منتصف تاريخ 23 مع وصول الشمس لبرج العقرب يلي هو بالنسبة لكم البيت العاشر. دخلتوا بمرحلة مهمة، مهمة جدا، فيها تأثيرات كتير كبيرة متطلبة. غنج ممنوع، الغنج ممنوع، انبسطوا قد ما بدكم، تغنجوا قد ما بدكم، دللوا قد ما بدكم. الجزء الأول، الجزء الثاني ممنوع. دغري بيلحقوا للشمس، موقع الشمس بيلحقها دغري كسوف للشمس بتاريخ 25. القمر والشمس مع بعضهم بيتغطى ضوء الشمس، بينكسف، وفي احتمال انه مسألة كتير مهمة تأثر عليكم. عمل أو أحد الوالدين، مسألة ما بدكم تنتبهوا، سمعتكم، صيتكم، وبعض الأمور العائلية بدكم تنتبهوا، شغلكم بده يكون مرتب 100%. أضف إلى ذلك أنه الجزء الثاني حتى آخر الشهر رح بيكون جزء متعب متطلب. كسوف الشمس، بدي أرجع لورا، بدي أرجع أردكم لشهر آخر نيسان أو أول أيار مايو. التأثيرات كانت صعبة، ويمكن هلأ عم ترجع تفتح بوجهكم، تعرقل بعض الأعمال، أو يمكن بشهر آب أغسطس صار في عندكم معاكسة كبيرة فبدكم تنتبهوا. ما تنسوا أنه كوكب سحل هلأ عم يتقدم بخطوات كتير 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 سريعة سريعة سريعة، فبدكم تنتبهوا. غطوا طار سحل، غطوا طار، يعني بحط وبيروح، بيعلم وبيروح، فبدكم تكونوا منتبهين. بدنا نشوف الأيام الأكثر حظا حتى تستفيدوا منها وتزيحوا كليا عن الأيام الأقل حظا.
الأيام الأكثر حظاً: 4 بعد الظهر توقيت عالمي، تاريخ 5 تاريخ 6، تاريخ 13 14 15، تاريخ 23 24، وتاريخ 31 المساء. الأيام الأقل حظاً: تاريخ 2 3 4 حتى منتصف النهار، تاريخ 11 12، تاريخ 18 19 20، وتاريخ 25 26 27 حتى منتصف النهار، وتاريخ 29 المساء، 30 و 31. المواليد، المواليد يلي لازم تنتبه تأثيرات كوكب زحل تقيلي، قلتلكن زحل خلص بطل في مزح معه، كونوا حذرين. مواليد 7 و8 شباط فبراير. رجاء بكون تتابعوني بالأبراج اليومي والأسبوعي للمزيد من التفاصيل، لأنه بسبعة 8 دقائق ما بيكفي نحكي عن كل شيء عم بيصير، خاصة أنه عم نعطي بإشياء شكل عام، يلي بده يعرف تفاصيل لإله هو شخصيا غير عن هيدي، بده ياخذ استشارة لحتى استشارة شخصية حسب يوم الولادة وإذا أمكن طبعا ساعة الولادة. تابعوني إذن مع الأبراج اليومية والأسبوعية، إلى اللقاء، باي باي. منروح لبرج الحوت، مواليد برج الحوت كيف بده يكون شهر أكتوبر 2022. شهر أكتوبر 22 هو شهر أنا بعتبره شهر كتير مهم، لأنه الشمس موجودة ببرج الميزان ثم في برج الحوت، يعني موجود البيت الثامن ثم في البيت التاسع، عم تحمل نوع من تشابه في أو انعكاس لبعض الأمور يلي يمكن عشتوها في شهر نيسان أبريل أو يمكن حتى بشهر أيار مايو، فنوعا ما يمكن ترجعوا تعيشوا بعض اللحظات بعض التجارب لترجعوا تتعلموا منها أو لحتى تزبطوا. على كل، هلأ بنحكي عن التفاصيل، خلونا نشوف. مواليد برج الحوت، أنا مثل كل شهر يلي متابعني بقسم الشهر إلى قسمين، الجزء الأول هو هذا الشهر من تاريخ 1 لتاريخ 23 أكتوبر الظهر، فترة وجود الشمس في برج الميزان. فترة وجود الشمس في برج الميزان هي فترة أو موقع جيد، لأنه الشمس موجودة البيت الثامن، بيت المال، بيت التسويات، بيت الحلحلة، وبيت إيجاد الحلول، وبيت إيجاد يمكن التوافق، وبيت الحكي للمصالحة، الدقة مطلوبة، خاصة لما تكونوا عم تتعاملوا مع أوراق ملفات وأمور من هذا القبيل، فالجو بده دقة. مواليد برج الحوت أحيانا أنتوا بتسهوا لأنه مش ببالكم كل هالأمور، لكن هالمرة مطلوب منكم الدقة، لأنه بعض الأخطاء اللي صارت معكم مطلوب ترجعوا دققوا فيها. بهذا الجزء في عنا بعض الانزعاج في العشرة أيام الأولى، خاصة عن مواليد آخر برج الحوت، بسبب يمكن كوكب عطارد عم بيزعجكم، حدا بيوصلكم خبر، حدا بيزعجكم بكلمه، لسيما في الايام الاقل حظا. بعدين بنقول لبرج الميزان وبيلتقي بالزهره والشمس وبتصير الامور حلوه 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 وانتم بترتاحوا. فخلال هذا الجزء انا بعتبره جيد لا باس به، لكن بدنا ننتبه بتاريخ 9 و10 القمر المكتمل في برج الحمل بيت المال يمكن يفتح بعض الملفات أو ملف معين بيرجع بيفتحه، وبيطلب منكم تكونوا واعيين لهذه الأمور وتتابعوا القصة. يمكن عم بقلكم هذه القصة جاية من شهر نيسان الماضي أو شهر أيار مايو. لحسن الحظ في عنا كوكب المشتري أيضا موجود ببرج الحمل، وبالتالي التأثيرات مفروض تتأثر بطريقة حلوة وتنحل القصص، الملف، المشروع، الورقة، الابليكيشن، الطلب اللي عم بتقدموه، وين ما كان هنالك حل حالي، هنالك حل حالي. منروح للجزء الثاني. الجزء الثاني يبدأ بمنتصف 23 بيروح لآخر الشهر، يتميز بوجود الشمس في برج العقرب المائي الصديق لإلكم، وأخيرا هو البيت التاسع، بيت الانفراجات، بيت السفر، بيت الانشراح، بيت توسيع الأفاق، أو حتى بيت يمكن يكون بيت الشغل اللي أنتم بتشتغلوه، إبداعكم كله هيدا معقول يبين. لكن في عنا شغلتين، في عنا كوكب الزهرة كمان رح بيكون مع الشمس
هيدي مسألة كتير حلوة، لأنه رح يخليكم كوكب الزهرة تبدعوا أكتر، تفرحوا أكتر، ويكون في عندكم مساعدات أكتر وأخبار سارة أكتر ومصاري يمكن أو مكافآت. هيدا شيء كتير منيح. لكن الشغل الثاني بتاريخ 25 في عنا تراصف بين القمر والشمس في برج العقرب. في برج العقرب في عنا كسوف للشمس. كسوف للشمس في البيت التاسع بقلكن أوكي، لحظة لحظة لحظة، بدنا ننتبه. الكسوف شيء تاني، تراصف القمر والشمس بيت العقرب شيء كتير منيح، لكن إذا صار في كسوف معناتها ننتبه في شيء بده ينكسف، شيء ما بده يتغطى، شيء ما بده يغبش، شيء ما معقولة يختفي لفترة معينة، يمكن يختفي كليا أو يمكن يرجع يبين لاحقا، يمكن بعد شيء 6 أشهر تقريبا. فبدنا ننتبه. البيت التاسع هو بيت كل شيء انتو عم تخلقوه، عم بتروجوا له، عم تشتغلوا له، مشاريع كتابي او غير كتابي، مشاريع سفر، فيزا، تقديم طلبات، دراسه، جامعات، يمكن حتى عم تطرحوا مسائل وعم بتروجوا لها بشكل كتير واسع او كتير ضيق، بدكم تنتبهوا لهذه الامور. احيانا يمكن يكون له علاقه ببعض الاقارب، ماشي الحال، بهمنا الامور الشخصيه اللي انتو بتدق فيكم فبدكم تنتبهوا لها. بجميع الاحوال بتضل الامور لا باس بها، لانه كل هذه الفتره بعتبرها فتره كتير كتير ايجابيه. هيدا الكسوف يمكن له علاقة بصراحة، يمكن هذا الكسوف له علاقة بمسألة عشتوها بشهر يمكن أيار مايو، يمكن يكون مسألة، يمكن يكون مسألة، لا عفوا مش بشهر أيار، يمكن يكون له علاقة بشيء حصل بشهر الماضي بشهر سبتمبر، أو يمكن مثلا بشهر أدار مارس. فبدكم تشوفوا شو اللي صار بوقتها وترجعوا تحكموا عقلكم وتحلوها. اجمالا هو شهر انا بلاقيه شهر كتير حلو، شهر افضل بكتير من شهر سبتمبر، فمطلوب منكم انه تعطوا النتائج. خلونا نشوف الايام الاكثر حظا لحتى انتم تكونوا مرتاحين وتكونوا على نور. تاريخ 6 بعد الظهر توقيت عالمي، القمر ببرجكم، 7/8، تاريخ 16/17، تاريخ 25/26/27 حتى منتصف النهار. بالنسبة للأيام الأقل حظا، تاريخ 4 ابتداء منتصف النهار، تاريخ 5/6 حتى منتصف النهار، تاريخ 13/14/15 حتى أول المساء، تاريخ 20 المساء، 21/22، تاريخ 27 الظهر ل29 تقريبا المساء، وكونوا حذرين مساء يوم 31. المواليد يلي لازم تنتبه هي 13/14 أدار مارس بسبب تأثيرات كوكب نبتون. بالأبراج اليومية والأبراج الأسبوعية رح أعطيكم المزيد من التفاصيل. المواليد الأكثر حظاً بهذا الشهر هي مواليد شهر شباط فبراير عفواً، لأنه رح تاخد تأثيرات كتير حلوة من كوكب الزهرة ومن الشمس في الجزء الثاني من شهر أكتوبر. بتمنى لكم إذن أوقات كتير حلوة. إلى اللقاء، باي باي.